وكنتم أسعد الله مساءك وصباحك هذا بكل خير، وحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلاما من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحييكم من هنا من ميدان الشحانية لسباق الهجر، حيث التواصل يستمر مع هذه الانطلاقات المتتالية التي تأتينا تباعا في قلب الحدث في يومنا الخامس، ونحن نتابع هذه الانطلاقات الصباحية لفئة الإذاع لأبناء القبائل مع 6 كيلومترات التي نتابعها في هذا المسير، علما بأن الجائزة سيارة للفائز المركز الأول وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. على بركة الله نبدأ المشوار ونبدأ بفرز النتيجة لنعطيكم المراكز المتقدمة في هذا الشوط. نتابع المركز الأول المدينة فيصل بن ناصر السهلي من يتقدم بالمركز الأول يسجل حضوره في هذا الشوط، وبالمركز الأول المتابعة من الشامخة سلطان بن غالب بن راشد المنصوري من يأتينا على المركز الثاني، والمتابعة من المركز الثالث. فهناك أيضا المناوشات أيضا بدأت في هذه اللحظات من كل الشعارات تقترب من بعضها البعض، والوصول من سلطان علي بن فايل بن حمد الزرعي من يتقدم، والمتابعة أيضا من المركز الرابع تأتينا سراب أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري، والمركز الخامس تقترب في هذه اللحظات. هناك ايضا شعار له دور بالمنافسه مع شايبه سعيد بن شطيط بن فارس الشامسي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى، ونحن نتابع ايضا في هذا التحدي نتابع هذه الشعارات التي ايضا تشاركنا الفرحه، ونحن ايضا نشارك ونتابع ونرصد كل ما يطرا على مقدمه الشوط، ولكن المقدمه حصريا مع المدينة من تتسيد بشعار فيصل بن ناصر السهلي من يتقدم بالمركز الأول، والمتابعة من المركز الثاني. فهنا شعار بن حاذة يقترب بالمركز الثاني ليعلن وجود سالم بن مطر بن حاذة الاجتبي بالمركز الثاني، والمتابعة من المركز الثالث. فهنا أيضا شعار السيد سلطان بن غالب بن راشد المنصوري على ظهر الشامخة. أما المركز الرابع سرابه احمد بن عبد الله بن ركاض العامري يقترب مع سرابه بالمركز الرابع، والمركز الخامس تاتينا سلطان العلي بن فايل بن حمد الزرعي. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى وفي اذاعتنا الثانيه، ونحن نتابع ايضا نتابع في شعارات لها صوله وجوله لها ايضا تاريخ حافل بالانجازات ما وصلت الى عالم الاذاعه، تنتظر دورها وتنتظر ايضا الكيلو المتر الاخير. نعود مره ثانيه، نعود الى المدينه التي ما زالت محتفظه بالمركز الاول، محتفظه بالموقع الاول، تدافع عن لقب المركز الاول بكل ما استطاعت من قوه بشعار فيصل بن ناصر السهلي. هو من يتقدم بالمركز الاول، ولكن شعار بن حاذة يتجاوز في هذه اللحظات في على ظهر الشاهينيه، يتقدم بالمركز الأول ليعلن وجوده متقدما مسرعا ومبدعا وطربا أيضا لناموس هذا الشوط. نتأخر إلى المركز الثاني، المدينة تتراجع إلى المركز الثاني بشعار فيصل بن ناصر السهلي، والمركز الثالث. فهناك الهجوم من سراب أحمد عبد الله بن ركاض العامري من يأتينا بالمركز الثاني، ويقترب أيضا من دائرة الصراع على القمة، يقترب رويدا يتقدم بهذا الشعار ويعلن الهجوم على مقدمة الشوط. المركز الثالث تأتينا سلطانة علي بن فاي بن حمد الزرعي من يقترب من المركز الثالث، والمركز الرابع هناك شعار جديد أيضا بينضم لنا إلى المعركة، تقترب لحظة صالح بن الشيبة بن صالح المزروعي يقترب أيضا من المنافسة، وشعار أيضا هام وعام قادم للمعركة على ظهر الشايبة لهم بن سعد بن طالب الفيدة المري من يقترب بالمركز الخامس. هذه النتيجة
أحد الأسماء المرشحة والقوية أيضا في هذه المسيرة وفي هذا الشوط، هو الآن بالمركز الخامس. نتابع مشاهدينا الأعزاء، نتابع هذا التحدي ونتابع هذه الشعارات التي بدأت تتبادل المراكز، تتبادل الهجوم، تتبادل أيضا التحدي والإثارة على مقدمة الشوط. ولكن بن حاذة من استلم القيادة، بن حاذة من يتقدم بالمركز الأول على ظهر الشاهينية، سالم بن مطر بن حاذة الاجتبي من يتقدم معلنا أن بطل في هذا الشوط إلى هذه اللحظات. ولكن الهجوم، الهجوم بدأ من كل الشعارات، بدأ من كل الشعارات. أشوف أيضا هناك الشايبة تقترب، تقترب المرشح القوية في هذا الشوط، لا هم بسعد بن طالب المري من يقترب من المركز الثاني. أما المركز الثالث فهناك أيضا ثلاثة، الله الله الله، الهجوم بدأ من كل الشعارات، الهجوم بدأ من كل الشعارات. أما المركز الرابع فالقدوم أيضا من سلهودة، سعيد بن نابت بن خيلة العامري، وصلنا وصلنا بن خيلة أيضا إلى دائرة الصراع، وبدأ الهجوم، بدأ الهجوم، وبدينا بزاوية الالتفاف، بدينا بزاوية الالتفاف الأخير. هني أيضا الشايبة تتقدم، تتقدم إلى مقدمة الشوط 1200 متر، 1200 متر. العملية كالروفر، العملية خذوهات، ولكن الشايبة، الشايبة عندها الهجوم الأخير، عندها أيضا التحدي الأخير. هذه الآن بالمقدمة ولا هم بسعد بن طالب، الفهيدة المري من يقترب، ولكن المنافسة، المنافسة قوية. لحظة الآن تسحب البساط وشعار صالح بن الشيبة المزروعي من يقترب من المركز الأول، يقترب من المركز الأول، يتقدم بالمركز الأول، يتابع طريقه أيضا إلى هذه اللحظات 800 متر الأخيرة، 800 متر الأخيرة. الناموس أين يذهب؟ الناموس أين يذهب؟ نتابع مشاهدينا الكرام، نتابع المقدمة، نتابع التحدي. ولكن هني أيضا سعيد بن محمد بن خيلة، بن خيلة من يذهب بهذا الشوط 600 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام، راح السلهودة بشعار نابت بن محمد. بن خيلة العامري يريدها عيناوية، يريد الفرحة عيناوية، يذهب مع ال 400 متر الأخيرة. يا الله، الهجوم، الهجوم بدأ، بدأ الهجوم أيضا من المركز الثاني اللي هي ضيبة، عامر بن سعيد بن علي الوهيبي، الوهيبي يهاجم المقدمة، يهاجم مقدمة الشوط، يهاجم مقدمة الشوط في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. الناموس يذهب، الناموس يذهب مع ضيفة، وهي ضيفة شرف على هذا الموقع. تقترب من النهاية وتقترب من الانتصار. نهني عامر بن سعيد بن علي الوهيبي على فوز ضيفة بالمركز الأول. تهانينا أو الناموس المركز الثاني، سلهودة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري، والمركز الثالث فهنا للطامة المبارك بن حمد بن علي النعيمي، المركز الرابع، المركز الرابع سلطان العلي بن فايل بن حمد، المركز الرابع الحذره لذياب بن راشد بن محمد بن سم المنصوري، والمركز الخامس، المركز الخامس كان شعار راشد بن خميس الغويص السويدي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، للخمسه المراكز الاولى. وهكذا شاهدنا هذا الشوط، وشاهدنا ايضا، شاهدنا المقدمة وضيفة من تنزع المركز الأول عامر بن سعيد بن علي الوهيبي. التوقيت الزمني الذي تحقق في هذه المسيرة، نشاهد التوقيت الزمني. تسع دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا العامر بن سعيد بن علي الوهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني كان الوصول من سلهودة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري. التوقيت الزمني الذي تحقق مع سلهودة بالمركز الثاني، تسع دقائق 16 ثانية و66 جزء من الثانية. تهانينا أو الناموس. المركز الثالث كان من نصيب الأطام المبارك بن حمد بن علي النعيمي. التوقيت الزمني بالتأكيد 9 دقائق 19 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا.